بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأخوات والإخوة في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحاضرة معنا. يشرفنا باسم الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سمير أن نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا لقبولكم الدعوة لمشاركتنا في هذا المهرجان الخطابي الذي ننظمه تحت شعار المطالبة بعودة الإنتاج بالمصفات المحمدية وتأميم القطاع. ونتقدم بأحر تحيات النضال والصمود إلى كل الإطارات والهيئات والجماهير المناضلة في كل مكان من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية، ومن أجل مغرب يتسع لكل أبنائه وتحفظ فيه الحقوق الأساسية لكل المواطنين والمواطنات وعلى أساس سمو القانون فوق الجميع. أخواتي إخواني أيها الحضور الكريم، تقديراً منا لأهمية الموضوع ولتشعباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والدبلوماسية، قررت الأحزاب والنقابات والجمعيات بالمحمدية تأسيس هذه الجبهة مباشرة بعد الإعلان على توقيف نشاط المصفات في مطلع غشت الماضي، وذلك بهدف التنسيق والتعاون بين كل الإطارات من أجل إنقاذ المصفات من الإفلاس والإغلاق وتفادي الخسائر الكبيرة التي ستضرب الاقتصاد الوطني والرواج التجاري والتنموي بالمحمدية، وتشرد الآلاف من العمال والعائلات المرتبطة في عيشها المباشر بنشاط شركة سمير وبقائها. وللتاريخ، فإن نفس التكتل المدني كان قد تأسس سنة 2002 من أجل التنبيه إلى بعد الحرائق المتتالية آنذاك. ومنذ اندلاع الأزمة بشركة سمير، بادرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سمير إلى عقد وصحة في رتم الرأي العام الوطني وتنظيم 4 وقفات احتجاجية ومسيرة شعبية بالمدينة وندوة فكرية وعدد تجمعات عمالية، وقامت بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع العديد من القيادات الحزبية التي قبلت باستقبالنا والاستماع لمطالبنا ومقترحاتنا لخروج من هذه الأزمة. ناهيكم على مراسلة كل الجهات المعنية من أجل التدخل لفك هذه الأزمة التي نعتبرها قضية كل المغاربة وليست قضية العمال والنقابات لوحدهم أو قضية شركة خاصة كما يحلو للبعض أن ينعتها حتى يتملص من مسؤوليته السياسية الثابتة في الموضوع. وبالمناسبة وجب علينا أن نحيي بقوة كل الأحزاب السياسية التي عبرت عن دعمها ومساندتها لهذه القضية، سواء من خلال البيانات الداعمة أو التدخلات في البرلمان أو الدعم الإعلامي المتواصل. أخواتي إخواني، بعد 6 أشهر من توقف الإنتاج بمصفات المحمدية ورغم استمرار توصل المستخدمين بأجورهم حتى اليوم، فإننا أمام أزمة حقيقية بدأت أثارها تظهر بشكل واضح، وذلك رغم كل محاولات التستر وحجب الحقائق الساطعة. فعلى مستوى الشغل داخل الشركة، فقد تم تصفية ما يفوق 3000 منصب شغل، ونعتقد بأن الدور آت على الباقي في حال غياب الحلول الآنية، هذا دون احتساب الشغل المفقود لدى الشركات التي لها علاقة بنشاط تكرير البترول، وبالإضافة إلى ضياع مكاسب ما يفوق 2000 متقاعد. وعلى مستوى الاحتياطي الأمني، فإن المغرب اليوم يقامر بأمنه الطاقي ويسير على خط التماس، ويمكن الدخول في الجفاف الطاقي فوق كل اهتزاز دولي أو مناخي أو لأسباب مالية أو لوجستية. وعلى مستوى أسعار المحروقات، فإن المواطن المغربي يؤدي ثمن المحروقات غالياً رغم تراجع ثمن البرميل والثمن الدولي لسعر الطن من الغازوال والبنزين. وعوض استفادة المستهلك من هذه الظروف الدولية، فإنه سقط في حسابات شركات التوزيع التي تتأرجح بين واجب تزويد السوق والتوازنات المالية وتحقيق الأرباح.
وعلى مستوى المساهمة في تنشيط المقاولات المحلية ورواج من المحمدية، فإن آثار الأزمة أخذت في الاتساع والتوسع باعتبار أن المصف كانت سبباً في خلق هذه الأنشطة والمحكوم عليها حتماً بالموت إن تقرر تدمير صناعات تكرير لحسابات ربما تلتقي مع حسابات بعض اللوبيات الضاغطة من أجل إعدام الصناعة الوطنية والارتهان للاستيراد والتبعية الخارج في كل ما يستهلكه المغاربة. وفي هذا السياق فإنه بقدر ما نعبر عن دعمنا لكل المبادرات والإجراءات الرامية لحفظ الكرامة الوطنية ورفض الابتزاز ومحاولة التهرب من الالتزامات، فإننا نثير الانتباه لحجم الأضرار التي يتكبدها المغرب على كل المستويات بعد قرار توقيف واستمرار توقف المصفات، خصوصاً وأن المال الذي بنيت منه الشركة كله مغربي، وأن استمرار التوقف أو الوصول الإفلاس ستؤدي فيه المصارف المغربية ثمن غالياً وستكون النتائج كارثية على كل المستويات والقطاعات. أخواتي إخواني أيها الحضور الكريم، عكس الإرادة الشعبية قررت الدولة المغربية بيع ممتلكات الشعب تنفيذاً لسياسة تقويم الهيكل، ولم يسلم من ذلك حتى القطاعات الاستراتيجية والمدرة للأرباح. وكان قرار خصصة شركة سمير والشريف للبتروس 99 لفائدة شركة كرة الدولية في صفقة تداخل فيها الحاجة إلى المال مع العلاقات السياسية والدبلوماسية، وكان من المنتظر أن ينفذ برنامج الاستثمار بين 99 و2002 بقيمة تعادل قيمة التفويت من أجل تبرير الثمن البخس للبيع الأصلي، ولكن الاستثمار تحول إلى حريق كبير ضرب المصفات سنة 2002 وعطل الإنتاج بشهور وهدد بالملموس الطاقي للمغرب، وهي وضعية نبهنا لخطورتها في ندوة نظمناها في يونيو 2002 بحضور الراحل الخبير أبراهام صرفتي وفي مراسلات موثقة إلى الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين. وعوض أن تقوم السلطات بواجبها في حمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته وأساساً في استجلاب الرأسمال لتأهيل المصفات لمواجهة التحديات القادمة، فإن الدولة وللأسف استمرت في توفير الحماية وتقديم التسهيلات المتتالية وصولاً إلى المغامرة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك بعدما تخطت البنوك الخطوط الحمراء في إقراض شركة سمير. وبعد الإعسار المال الفظيع الذي دخلته الشركة وهو ما نبهنا إليه رئاسة الحكومة أياماً قبل صدور بلاغ إدارة الشركة في الموضوع، لجأت إدارة الجمارك إلى تحريك مسطرة الحج التحفظي على الأصول والحسابات، وهو ما دفع بالمجلس الإداري للشركة لإعلان خطة لرفع الرأسمال بقيمة 10 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي، وهو ما لم يحصل لتلجؤ الشركة لمسطرة الوقاية والتسوية الودية لدى المحكمة التجارية التي ينتظر الجميع قرارها حتى اليوم. وفي انتظار الذي يأتي أو لا يأتي، فإن معدات الإنتاج تتعرض من يوم لآخر للتآكل والتلاشي، وفي حالة استمرار التوقف فيمكن للمصفات أن تصبح يوما في خبر كان، وسيكون من الصعب إعادة تشغيلها، وربما هو السيناريو المرعب الذي سيساعد بعض الأطراف على تسجيل القضية ضد مجهول وصعوبة الحصول على أدلة المؤامرة. أخواتي إخواني، إن كان المقام يتطلب التذكير والتأكيد، فإن أزمة شركة سمير هي نتيجة طبيعية ومباشرة لعاملين أساسيين. أولاً، بسبب رفض أو عجز الدولة على ممارسة الرقابة اللازمة وحمل المستثمر منذ الخوصص على الوفاء بالتزامه في جلب المال وتأهيل المصفات وخلق مناصب الشغل وخدمة الأهداف الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنفط لسنة 2004، وعلى الإخداق بالتسهيلات والتساهلات بدون ضمانات ولا أسس متينة والمساهمة في إغراق الشركة في المديونية. وعلى المستوى الثاني، بسبب سوء تدبير الشركة منذ عودة وزير الخوصصة مدير عام، ومن بعده إبعاد كل المغاربة الوطنيين من تسيير وإحكام القبضة على المجلس الإداري وإغراق الشركة في المديونية المفرطة بدعوى إنجاز مشروع تأهيل المصفات الذي قدرت قيمته الأصلية بحوالي 7 مليار درهم لتفوق كلفته النهائية المشروع هذا الرقم بكثير وكثير. وانطلاقا من هذه المسؤوليات الثابتة وأمام العجز الفظيع للحكومة المغربية أمام هذه الفضيحة المجلجلة واكتفائها بالتصريحات المفسدة للواقع دون تقديم
الحلول والإجراءات العملية للإنقاذ ورفضها حتى الحوار مع الجبهة النقابية حول مستقبل ومصير العاملين في القطاع، فإننا نعتبر بأن الدولة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليته الكاملة في فك خيوط هذه الأزمة من خلال أولاً السماح بعودة الإنتاج في أقرب الأجال تفادياً لتلاشي معدات الإنتاج وتدميرها بفعل الرطوبة والتعرية البحرية. ثانياً تأميم القطاع وعودة الدولة إلى رأس مال الشركة من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في المجال وحماية مسارح الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي للمغرب. ثالثاً توفير شروط وآليات تقنية تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتشجيع التكامل بين الفاعلين في القطاع ضماناً لاحتياجات الأمنية والجودة والثمن المنافس للسوق الدولية. رابعاً حماية الصناعات الوطنية وصناعات تسكير البترول خدماً لمتطلبات التنمية ومحاربة البطالة والحد من تبعية الخارج. وأخيراً إنقاذ مكاسب الأجراء من الضياع وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وفق ما يرفع من الإنتاجية ويساهم في نمو المردودية. أخواتي إخواني، في الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والتتبع، ونجدد التقدير والامتنان لكل القيادات الحاضرة معنا في هذا المهرجان الذي نعتبر حلقة في مسلسل النضال والكفاح حتى عودة الإنتاج بشركة سمير وفق ما يصون المصالح العليا للمغرب ويؤمن المساهمات الهامة لصناعة التكرير في تنمية مدينة المحمدية وفي خلق الشغل والمكاسب للمأجورين والمتقاعدين في القطاع. ونعول على استمرار دعمكم ومساندتكم من خلال كل المبادرات التي نتمنى أن تكلل بتسوية مشرفة لهذه الأزمة، خصوصاً أمام الطلب الوطني المتزايد على المحروقات وفي ظل ظروف دولية تنذر بالمزيد من النزاعات والحروب حول الطاقة ومصادرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علّ الصوت علّ الصوت، لا سمير لن تموت.